فأنا سويت شيء مع بوديسية، أبطل وأشرح هذيلا شنو هذيلا المفروض كانوا ينزلون شهر 10، بس الأساس إنه ينزل شيء قبل العطر مالي، عطر الحب الجديد، بس لا الحمد لله وصلوا هذيلا قبل. هذا شيء أنا اشتغلت فيه مع بوديسية تقريبا سنة ونص، يعني أنا وايد حطيت أشياء، يعني حطيت عطر الشعر وهم ما كان عندهم عطر شعر، حطيت هذيلا اللي حطيت هالشيء هذا وهم ما كانوا يعني عقب ما نجح عطر الشعر قاموا يعني يسمعوني في أي شيء أنا أقول. كنت أنا أخذ الآراء إنه يعني نبي نجرب بوديسية نبي، فأنا شنو سويت عشان أبي الكل يجرب بوديسية، نزلت هذا الشيء.